مشيئتنا منا. خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته. وصلنا وإياكم الآن في برنامج توضيح الواضحات إلى الاعتراض العاشر، وهو الاعتراض: المعراج كان مع البدن والجسم الهرقليائي؟ الجواب عنه: يعتقد الشيخ المرحوم الشيخ الأوحد قدست تلك الروح الشريفة أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عرج إلى السماء بهذا الجسم الشريف العنصري الدينوي، وقد صرح بهذا الاعتقاد في جميع كتبه ومصنفاته ورسائله. وفي ضمن جواب أسئلة الملا كاظم السمسناني يقول في كتاب جوامع الكلم: اعلم أن نبينا صلى الله عليه وآله عرج بجسمه إلى ما شاء الله، فلم يبقى ذرة في الوجود المقدس إلا أوقعه الله عليه بجسمه ومثاله ونفسه وعقله وغير ذلك، فمر في عروجه إلى مقام أو أدنى على ما جميع ما في الدنيا. نعم، والآن على القراء المحترمين أن يحكموا وجدانهم للقضاء وبيان الحقائق وكشفها أمام الأنظار لمشاهدتها ومعاينتها. ومعاينتها بماذا؟ بدقة. نعم أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الاعتراض. نأمل منكم بأنكم يكون لكم قراءة تفصيلية أكثر حول هذا المحور، حقيقة المحور المهم جدا والفيصل أعتبره. على أن نلقاكم في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.